الثقوب السوداء في الفضاء. طبعا الثقوب السوداء في الفضاء ذو مجال جاذبية العنيف بشدة، لدرجة أن لا مادة ولا إشعاع ولا حتى الضوء يفر منه. وحتى عام 2011 لم يتمكن العلماء من الفيزياء الفلكية من تسجيل هذه الظاهرة، ظاهرة أن النجوم تهوي في الثقوب السوداء. لا طبعا لم يكن لديهم الإمكانية، ولم يرصد العلماء حتى عام 2016 إلا 3 حالات فقط لنجوم تهوي في الثقب الأسود. بالرغم من أنه سنتحدث عن سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النجم، والتي أقسم فيها الله تعالى في أولها والنجم إذا هوى. في هذه السورة القرآن يشرح لنا صفات منطقة في الفضاء، منطقة ما تشبه تماما ما نعرفه الآن عن منطقة الثقب الأسود بالفضاء، يشرحها بدقة متناهية. وفي رحلة الإسراء والمعراج محمد صلى الله عليه وسلم عندما أسرى ليلا، والمعراج عندما عرج، ولكن سنتحدث عن الإسراء السورة ليلا عبر السماوات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كانت تلك الرحلة آية من آيات الله في حد ذاتها، لأنه لم يكن هناك أي تقنية تتيح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بهذه الرحلة في ذلك الوقت. يعني لا كان في صواريخ ولا طائرات إلى آخر هذه التقنية التي يصل بها من خلالها إلى الفضاء. ففي هذه الرحلة أدلة كثيرة تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذه الرحلة بالفعل، بل المنطقة ليس يعني ليس فقط أيضا وصف المنطقة، المنطقة التي اقترب منها النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، يعني ورأى جبريل عليه السلام عندها تثير الاهتمام أيضا، لأنها بالفعل تتطابق مع مواصفات ما نسميه الآن بمنطقة الثقب الأسود. وإذا هذا ما نسميه الآن منطقة الثقب الأسود. طبعا سنتعرف عن قرب ما هو أو منطقة الثقب الأسود في الفضاء طبعا بفضل الاكتشافات العلمية، وسنقارن هذه المنطقة بما وصف القرآن الكريم في الفضاء التي اقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل عندها أثناء هذه الرحلة التي قام بها. كانت آية من آيات الله في سورة النجم الآية 16، يصف القرآن الكريم هذه المنطقة في الفضاء بأنها مظلمة تماما. في الحقيقة يصف القرآن بأنها يغشاها ظلام دامس. وبالرغم من أن هذا الفضاء كله، طبعا الفضاء كله مظلم كما نرى، كل الفضاء مظلم، لكن هناك شيء في الفضاء مظلم أكثر من منطقة. فمنطقة الثقب الأسود هي مظلمة أكثر شيء في الفضاء، لأن الثقوب السوداء لديها جاذبية عنيفة جدا، لدرجة أن لا شيء ولا حتى الضوء نفسه يمكنه الهروب منها، لذلك لونها أسود. وهذا اللون الأسود طبعا في هناك عندما يكون الشيء لونه أسود فإذا محجوبون من الرؤية المباشرة، أو أنه تعيق النظر المباشر، أو يحدث شيء من الانعكاس، كأنها تصبح عدسة محدبة تعكس الشيء الذي خلفها لا شيء أو الذي حولها. بالرغم من ذلك هناك طرق لاكتشافها، يعني العلماء لديهم أدوات خاصة تساعدهم لرؤية كيفية تصرف النجم، وعندما يقترب من ثقب أسود مقارنة بالنجوم الأخرى فقط بسبب قوة الجاذبية الضخمة لدى الثقوب السوداء. هذا يساعدهم أيضا على تحديد أماكن الثقوب السوداء. أيضا أنه للقرآن الكريم ذكر عندما ينطبع ذكر في يعني في آية معينة، وهي أنه عندما ينظر الإنسان العادي بأي وسيلة لتلك المنطقة في الفضاء لن يتمكن من رؤيتها بشكل مباشر، لأن البصر الطبيعي يزوغ عنها ويتخطى حدود هذه المنطقة، وفقط يرى ما حولها أو ما بعدها. وكأن هذه المنطقة في الفضاء تعمل كالعدسة. والعلم في الحقيقة يطلق على ما يحدث للبصر عند هذه المنطقة اسم عدسة الجاذبية. فمن خلال هذه الصورة ننظر إلى كيفية عملها هذه المنطقة بسبب أن يزوغ البصر عندها فعلا، وهذا علميا أنها تعمل ك يعني عدسة، أو هذه المنطقة تسمى عدسة الجاذبية. كما نعلم أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، ولكن قرب منطقة الثقب الأسود فإن قوة الجاذبية الهائلة لديها هذه المنطقة طبعا تجعل خطوط الضوء تنحني حولها،
محدثة بذلك صورة بصرية في المواد المحيطة به، ويطلق على اسمها اسم ظل الثقب الأسود. فأثبت علماء الفيزياء الفلكية أن الثقب الأسود يحمي الضوء، فيعمل هنا الضوء كعدسة كونية مكبرة كما نرى في هنا من خلال هذه الصورة. إذا انحناء الضوء فيصبح كعدسة كونية مكبرة، وبذلك يتيح الثقب الأسود للعلماء إمكانية رؤية أي مجرة توجد وراءه أبعد منه، وهذا ما نسميه عدسة الجاذبية. ولكن القرآن الكريم يلفت انتباهنا إلى حقيقة جد مهمة، وهي بشأن هذا الموضوع في سورة النجم 17: ما زاغ البصر وما طغى. ماذا يعني ما زاغ؟ إذا لقد رأى آيات ربه الكبرى. هل قد يكون معنى ذلك إذا، وهذا يعني ما يحدده المعنى بدقة، ما زاغ البصر أي أنه لم ينظر إليه بشكل مباشر بل نظر حوله، وما طغى أي أنه تعداه في النظر إلى. أيضا هذه كلها تثبت لها عدسة كونية مكبرة، أي أنه ينظر ما طغى، ينظر إلى ما بعد هذه المنطقة، أو أنه لم يراها مباشرة بسبب النظر الإنسان العادي لا يستطيع أن يتخطاها أو ينظر إليها بشكل واضح، بل أنه ينظر إلى ما حولها، يرى ما حولها ويرى ما بعدها. هذه كلمة ما طغى. قد يكون أيضا ثانيا، طبعا هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء رحلته بالفعل قد اقترب من المنطقة وبالفعل نظر إليها، بحيث أنه لم يستطيع يعني زاغ البصر، أنه النظر الإنساني قاصر، أو أنه لا يستطيع أن يعطي الأبعاد بسبب قلنا ظاهرة الضوء والظاهرة العجيبة الموجودة في هذه المنطقة، ظل الثقب الأسود، بسبب إذن ظل الثقب الأسود. ثالثا أيضا، القرآن عندما يصف شكل هذه المنطقة من الفضاء يصفه يعني واسع من الأعلى، وينحدر من الجوانب هذا الانحدار، وأيضا حتى يضيق في القاع. إذا واسع من أعلى، يضيق في الجوانب، حتى يضيق في القاع، أي مثل القمع تقريبا. وفي سورة النجم الآية 14 يقول القرآن الكريم: عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، شجرة السدرة، إذا هي واسعة تضيق من الأطراف ثم تضيق يعني قريبة من شكل القمع. هذا لتقريب يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة يعني بيئة العربي الذي سريع البديهة يشبه كل شيء ببيئته كما يراه. وإذا شكل شجرة السدرة يحمل نفس مواصفات شكل القمع، وهو نفس شكل الثقب الأسود الذي يحدث ثقبا كما نرى عميق في نسيج الفضاء الزمكان، ولهذا يبدو شكله مثل القمع كما رأينا هنا. وعلى الرغم من تأثيرات الثقب الأسود على حركة المادة وقوة الجاذبية الهائلة لديه، لكن الثقب الأسود يظل مخفيا خلف أفق الحدث، ودائما محاط بمنطقة التي لا تسمح حتى للضوء أن يخرج منه، لهذا ليس لنا الإمكانية لرؤيتها بشكل مباشر. أيضا إنه مرة أخرى في سورة النجم في الآية 14 عند سدرة المنتهى، القرآن يخبرنا بأن هذه المنطقة من الفضاء لها منتهى. إذا كيف يتوافق هذا مع العلم؟ حتى وقت قريب كان يعتقد أن الثقوب السوداء تتمتع بجاذبية لا منتهى لها، يعني ليس لها نهاية هذه الجاذبية، والتي تنبع من أعماقها، أعماق هذه الثقوب السوداء. وتؤكد أيضا أن لا شيء ولا حتى ضوء يمكنه أن يهرب منها، وأن الرحلة الثقب الأسود هي يعني رحلة بدون عودة إذا ما دخل هناك عالم آخر. إذا عبرت أفق الحدث ووصلت للمنطقة لا يستطيع الضوء أن يهرب منها فلا عودة. ولكن علماء مثل جورج بولين ورودفيلد وجامبيني وأيضا جيرارد هوف تمكنوا من إثبات عكس هذا، أن الطاقة يمكنها الهروب من داخل الثقب. إذا قالوا إنه لا، هنا في داخل الثقب تستطيع إذا الطاقة أن تهرب، يعني تهرب في الداخل وليس في عالمنا إلى الخارج بل إلى الداخل، وأن الثقوب السوداء لها منتهى. إذا هذه الثقوب السوداء لها منتهى، أين المنتهى؟ في داخلها، وبل تعتبر مدخلا إلى عالم آخر. وأيضا العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج
دعم هذا الرأي وأوضح لنا أن هناك مخرجا من الثقب الأسود عندما قال مقولتي الشهيرة: إذا وجدت نفسك في ثقب أسود فلا تستسلم، فسيكون هناك مفر، قد تجد نفسك في عالم آخر لكن لن تعود إلى عالمنا مرة أخرى. إذا هذه مقولتي الشهيرة. وفي النهاية القرآن الكريم يقسم بالنجم إذا هوى بأن محمد صلى الله عليه وسلم فعلا في رحلته عبر السماوات، في رحلة الإسراء والمعراج، اقترب من منطقة ما في الفضاء ورأى جبريل عندها. هذه المنطقة وفق القرآن الكريم هي من أكبر آيات الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذا هذه آيات الله الكبرى، هذه المنطقة من الفضاء هي يعني أكثر ظلاما حولها، هي ومن حولها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وإذا لا يستطيع أحد أن يرى هذه المنطقة بشكل مباشر، فقط يخشى إذا يغطى الشيء كالغشاء، إذا تغطى وتحجب عنها النظر وهكذا، فقد يرى ما حولها وما زاغ البصر وما بعدها وما طغى. إذا ما بعدها عبرت عنها سورة الآية وما طغى. أخيرا هذه المنطقة وفق القرآن الكريم لها منتهى عند سدرة المنتهى الذي يعد مدخلا لعالم آخر. ويضيف القرآن الكريم عندها جنة المأوى، إذا هذا العالم الآخر، عندما يقول الله عز وجل عندها جنة المأوى، إذا نعم هناك عالم آخر كما قال ستيفن هوكينج. ولكن عندما أيضا قال ستيفن هوكينج لن تعود، إذا ستجد نفسك في عالم آخر ولكنك لن تعود لعالمنا مرة أخرى. إذا هو مخرج لعالم آخر. يصف القرآن الكريم ويضيف أن عندها جنة المأوى. لذلك من الواضح أن القرآن وعلماء الفيزياء الفلكي متوافقون على هذه الصفات، لأن الصفات التي وصف بها القرآن هذه المنطقة من الفضاء هي صفات ما نسميه اليوم الثقب الأسود. لكن القرآن يصف ويؤكد أن هذه المنطقة بالفعل هي مدخلا إلى جنة المأوى، وهي الشيء على العلماء يعني أن يثبتوه. ولكن إذا نرى دقة الوصف القرآني، وأن فعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراه الله الآية الكبرى، يعني هذه ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسبحان الله الذي جعل لكل شيء في الحياة سبب ومنتهى.